أنت لا تسأل متى تموت ولا أين تموت، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى السؤال، أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون. ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوما واحدا، بل كما قال تعالى هنا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ولكن السؤال الذي يجب أن يرد على النفس ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو: على أي حال تموت في العمل؟ فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال فلا بد أن تستعد، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع فيه محمولا على الأكتاف، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكل، وكم من إنسان لبس قميصه وزر أزرته ولم يفكها إلا الغاسل. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجعنا من الموت.